بعد ما اتخرجت روري كاتوجو من جامعتها ورجعت من كندا، توظفت في شركة تخص الفاشن والأزياء، وهنا صارت مستعدة مادياً إنها تنتقل لمدينة طوكيو مع أختها. طبعاً سكنوا بشقة قريبة من محطة طوكيو بحكم إن المجمع جديد وآمن، كان في كاميرات مراقبة، ما حد يدخله إلا اللي يسكن هنا، يعني كان كيف أقول لكم أأمن عليهم كبنتين. لكن بيوم 18 إبريل سنة 2008 أخت أوريكا رجعت من شغلها وشافت باب شقتهم مفتوح، ويوم دخلت الأرض كانت كلها دم. قضيتنا اليوم من اليابان. أنا عارفة أنه وحشتكم القضايا الآسيوية أو اليابانية، خصوصاً أنه أنا لي فترة ما أتكلمت عنها، وقضيتنا اليوم من القضايا اللي جننت اليابانيين قبل ما تنحل وبعد ما انحلت، وعشان أكون دقيقة أكثر بعد ما انحلت خصوصاً. فحابة أنوه أنه بمقطع اليوم رح أذكر تفاصيل جداً 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 حساسة، وكثير منكم ما راح يتحملها حقيقي يا جماعة. راح أدخل في تفاصيل مرة تلوع الكبد، فمتى ما حسيتوا نفسكم مو مرتاحين، ما أنتم قادرين تكملوا، اطلعوا من المقطع شوفوا لكم شيء ثاني. والحين خلونا نبدأ. قبل ما ترجع أخت روريكا للبيت بساعة ونص تقريبا، جاتها رسالة من روريكا تخبرها فيها أن هي رجعت للشقة. لكن يوم دخلت أخت روريكا للشقة شافت اللانش بوكس والبيرسينج حق روريكا على الأرض، فالواضح أنه في شيء حصل داخل الشقة. فهي اتصلت عليها، أرسلت لها على أساس تشوف أنها ممكن تكون طلعت غيرت رأيها أي حاجة، بس ما كانت ترد عليها أبدا. فعلى طول اتصلت بالشرطة وبلغتهم بكل اللي حصل. طبعا مثل ما خبرتكم بالبداية أن المجمع كان فيه كاميرات مراقبة، وهذه كانت أول حاجة فتشوها، وفعلا حصلوا مقطع اتصور من كاميرة المراقبة اللي عند المصعد لروريكا وهي داخلة، بس ما كان في أي مقطع ثاني لها وهي خارجة. ويوم حللوا الدم اللي شافته أخت روريكا عند المدخل اتأكدوا إنه لروريكا، بس شافوا فيه بصمات ما كانت لها ولا الأخت روريكا، يعني الفاعل من سكان المجمع. البنتين كانوا ساكنين في أعلى دور في شقة 916، والشقتين اللي جنبهم كانوا فاضيات ما حد مستأجر فيهم بحكم أن المبنى زي ما قلت لكم لسه جديد. فالشرطة أخذت بصمات كل سكان المجمع وحققت معاهم كلهم إلا شقة 918. يوم جو يحققوا معه دقوا الباب عليه وما حد فتح لهم أو رد عليهم أبدا. اللي يشوفونه بعد 20 دقيقة طالع من شقته ورايح للسوبر ماركت، فوقفوا وسألوه إذا هو يعرف روريكا عنده أي معلومة تقدر تساعدهم أو شيء، وقال لهم إنه هو قد شافها من قبل بس إنه ما يعرف اسمها ولا عمرها. ويوم أخذوا بصماتها ما تطابقت مع البصمات اللي شافوها أول. كان هو أملهم الوحيد لأنهم أخذوا بصمات كل سكان المجمع ولا أي بصمة تطابقت مع البصمات اللي شافوها أول. اللي جننهم إنهم فتشوا شقق سكان المجمع حتى اللي فاضية، بس كمان ما حصلوا أي شيء أبداً. فاليابانيين ما كانوا فاهمين شلون وحدة تختفي داخل شقتها والفاعل ما هم من السكان، مع أن كل الأدلة توضح أن أي كان اللي حصل لها حصل داخل شقتها. حرفياً كان في أسئلة كثير، نظريات كثير، ما حد فاهم إيش اللي بيحصل. ألين ما نزلت مقابلة سوتها واحدة من القنوات الإخبارية مع اللي يسكن في شقة 918 اللي هو تاكانوري هوشيجيما. مدة المقابلة كانت حوالي 20 دقيقة، وطبعاً انسأل فيها أسئلة كثيرة جداً، بس طول المقابلة كان أبداً ما هو طبيعي. كان يتصرف تصرفات جدا غريبة تحسسك كأنه يعني مو في مقابلة
عن وحدة مفقودة، يعني ما كان يتكلم أو تصرفاته ما تحسسك إنه هو في مقابلة عشان يعني شيء خطير، فهمتوا كيف؟ فكان فجأة كذا يضحك، لغة جسده تبين إنه هو متوتر، قال كلام غير عن اللي قاله للشرطة، فكان يتصرف تصرفات مرة شككت الناس إنه إيش فيه، يعني أنت مبين إنك مو طبيعي. لكن اللي شككهم زيادة واللي خلى كذا علامات استفهام كثير حوله هي اللقطة هذه بالتحديد. ちょっと出てるのを見てないあのカメラに映ってないんでちょっとおかしいんじゃないかっていう感じで、まあちょっとまあ僕疑ってるのかもしれないですけども、疑われたとちょっとあるかもしれないですけども、やっぱり会話がないですね。全く捜査はマンション内に絞られ、 星島容疑者にも及んでいた。進む捜査に星島容疑者は動揺を見せていた。 قبل ما ندخل في التفاصيل الجاية لازم أعرفكم على تاكانوري هوشيجيما. اتولد في سنة 1975 في محافظة أوكاياما باليابان. يوم كان عمره سنتين احترق برجولة بموية مغلية، فصاروا الأولاد اللي بمدرسته يتنمرون عليه لدرجة إنه ما كان يروح لحصص السباحة. كان يوميا يرجع للبيت وهو يبكي بسببهم، وأهله كانوا يقولوا له استرجل ما ينفع إنك تصيح، ويجبرونه يلبس أشياء تبين رجولة على أساس إنه هو يتقبل نفسه وتصير شخصيته أقوى. بس اللي حصل كان العكس تماما. طول فترة الدراسية يا جماعة ما كان عنده أي صداقات أو علاقات بأي أحد، كان دايما وحيد بعيد عن الكل ومعزول، فهذا الشيء خلق فيه عقدة نقص، صار عنده فوقية ويحس إنه هو مميز وأحسن من الكل، فكان يوميا يروح ويرجع بتاكسي لشغله بس عشان يوري زملاء إنه هو ثري وما يستعمل المواصلات العامة زيهم. حتى إنه ما كان زي الرجال الباقيين ينجذب للبنات الطبيعيات، كان ينجذب بس للبنات اللي الطرف من أطرافهم مبتورة. يعني تخيلوا يا جماعة إنه يوم كان صغير كان يرسم بنات طرف من أطرافهم مبتور ويقول إنه هو ينجذب للبنات اللي زي كذا ويبي يدخل في علاقة مع وحدة زي كذا. ورغبات الغريبة هذه تطورت وكبرت ألين ما صار يبي يخلي وحدة تكون زي الدمية أو الجارية عنده. في يوم انتقل للمجمع لاحظ أنه في بنت ساكنة على بعد شقتين منه، وراقبها الفترة ألين ما صار يعرف هي متى تروح ومتى ترجع، وقرر أنه ينفذ جريمته في يوم الجمعة، وتعمد أنه يختار يوم الجمعة عشان على كلامه رح تكون بداية ويكند، فرح يقدر يعتدي عليها أكثر من مرة. بيومها تاكانوري رجع من شغله على الساعة 26 دقيقة الليل، يعني قبل ما ترسل روريكا الرسالة لأختها بساعة، فجلس ينتظرها ألين ما شافها وصلت. أول ما شافها فتحت باب شقتها طلع ودفها داخل شقتها ودخل معاها. فروريكا جسد تصارخ تضربها تحاول انها تطلعها من شقتها، لكنها ضربها بقوة على راسها ألين ما نزل الدم منها وأغمى عليها. فراح وربط فمها أو غطى فمها وربطها، أخذ سكينة من مطبخهم وأخذ روريكا لشقتها. حاول إنه هو يعتدي عليها أكثر من مرة، بس روريكا كانت جدا مقاومة لدرجة إنها فعلا ما خلته يقرب صوبها، حتى مع إنه كان مهددها إنه هو راح ينهي حياتها. وأثناء ما هو كان يحاول يعتدي عليها الشرطة دقت باب شقتها أو دقت بابه، فهو ما رد عليهم ولا فتح لهم الباب على أساس إنه مو موجود، بس هو فعليا كان عارف ان الشرطة هي اللي جات وجات عشان تحقق معه، فصب على يده مادة كيميائية عشان تحرق بصمات اصابعه وما تتطابق مع البصمات اللي تركها في شقة روريكا. يعني فعليا هو كان عارف انه ترك اثر له في شقة روريكا. ويوم الشرطة حققت معه وما قدرت انها تربطه باي حاجة، شاف إنه لازم يتخلص منها نهائياً، فراح وغطى فمها بيده، حط كل قوته وثقله على السكينة وعطنها بقوة في رقبتها. ما كلف على نفسه نهائياً إنه يشيلها من رقبتها، بالعكس جلس بعيد يتفرج عليها كأنه تو مسوي إنجاز، كأن اللي قدامه تحفة فنية.
بس أول ما شافها ما ماتت إلى الآن وجالسة تصارع، راح وطلعها عشان تموت أسرع. وبمجرد ما تأكد إنها ماتت راح وأخذها للحمام الله يكرمكم وقطعها المكعبات مرة صغيرة عشان ما تطلع ريحتها، ورماها في التواليت. ولأن العظام أكبر وما يقدر يسوي فيها نفس الحركة، فبعضهم راح ورماه في مكب النفايات الله يكرمكم، وبعضهم طبخها ألين ما اتحلل ورماهم في التواليت. حرفيا كان موزع جسمها في أماكن مرة كثير، يعني حط راسها في بوكس، يدينها ورجولها وشوية من عظامها في ثلاجة، جذعها أو جسمها كان تحت سريرة. هتقولوا طب ما دام إنه الشرطة فتشت الشقق شلون ما شافوا الأشياء هذه؟ شلون ما شكوا أو خطر على بالهم حتى لو 1% إنه هو ممكن يكون حاطهم في هالأماكن؟ لأنها أماكن سهلة وما هي تعجيزية، ما هي صعبة، يعني ممكن هتخطر على بالك. وحقول لكم فعلا يا جماعة، ترى أول ما دخلوا شقة تاكانوري شافوا البوكسات اللي من ضمنهم البوكس اللي فيه راس روريكا، بس تاكانوري كان يتصرف طبيعي، بالعكس كان جدا متعاون معهم وسمح لهم يفتشون بيته والبوكسات، وحتى انه وراهم كذا صندوق وما كان فيه الا العاب وسيديات. فهو فعليا ما اعطاهم اي مجال انهم يشكون نهائيا، بالعكس كان يضحك معاهم يسولف معاهم عشان يبعد الشكوك عن نفسه. وخلال اقل من شهر قدر انه يتخلص من روريكا تماما، حرفيا تخلص من كل حاجة معاها ما عدا الجوال. وتدرون ليه يا جماعة هو ما تخلص من الجوال؟ ترى كان متعمد عشان بعد فترة يفتحها ويوهم اهلها انه اوه هي ممكن تكون لسه حية. تخيلوا يا جماعة كمية الحقارة، كمية الوقاحة، حتى انه قبل ما ينقفط شاف ابو روريكا بالمصعد وتكلم معاه وقال انه اوه الوضع مرة ما هو تمام صح؟ كان جدا مطمن ان ما دام الشرطه اخذت بصماتها وفتشوا شقتها وما قدروا يلاقوا عليه شيء فخلاص سره راح يندفن معاه. كان مقتنع انه هو قدر يلعب على الشرطه وعلى الكل حتى مع ان كل شيء كان قدامهم، بس ما كان يدري ان طول الفتره هذه الشرطه كانت شاكه فيه وتراقبه من بعيد. وبيوم من الايام كذا فجاه طبوا عليه وخذوا بصماته للمره الثانيه، وهذه المره تطابقت بصماتها مع البصمات اللي شافوها في شقة روريكا.押島容疑者は東条さんの部屋に侵入した疑いで今日午後検察庁に身柄を送られました。乱暴目的で侵入したことを認めた上で東条さんを殺害した後遺体を切断してトイレなどで処分したと供述。 مع أن تاكانوري حرفياً اعترف بكل حاجة سواها يوم اعتقلوه، يعني شفتوا كل الكلام اللي قلته لكم، ترى هو اللي قايله بلسانه ولسه قايل تفاصيل أكثر، إلا أن المحكمة بنظرها أنه هو ما كان ناوي ينهي حياتها، هو بس كان ناوي يعتدي عليها على أساس أنه شيء عادي. ودليلهم كان أنه هو ما راح وتعنى واشترى أشياء خصيصاً عشان يخلص على روريكا فيها، لا استعمل أشياء هي أصلاً موجودة عنده وخلص على روريكا فيها، وعادي ممكن يتغير ويرجع للمجتمع كشخص أفضل. تخيلوا يا جماعة أن الكلام هذا المحكمة كانت بتقوله، كانوا يحاولوا يبرروا أفعال الشنيعة قدام أهل روريكا مع أنه معترف وما هو ندمان أبداً وما هو شايف أنه مسوي حاجة غلط، بالعكس كان شايف أنه أوكي وين الشيء اللي غلط اللي أنا سويته. فأهل روريكا طلبوا أنه ينحكم عليه بالإعدام، كانوا شايفين أن هذا هو الحكم الوحيد اللي راح يبرد خاطرهم وياخذ حق بنتهم، بس المحكمة حكمت عليه بالسجن لمدى الحياة، يعني ممكن أنه يطلع في يوم من الأيام. أنتوا بس اتخيلوا يا جماعة إيش كان شعور أهل روريكا وهم من يسمعون الكلام هذا، يعني واحد ما ترك طريقة تعذيب إلا وسواها ببنتهم ومعترف وما هو ندمان أبدا، ولسه المحكمة بتقول إنه هو ما كان مخطط. يعني هانت عليهم دموع أهلها أصحابها حقها هي المسكينة اللي عاش الشيء، يعني حنا ما نقدر نتخيله، بس المجرم ما هان عليهم، ما هان عليهم اللي اعترف وقال إنه هو أبدا ما هو ندمان. والله العظيم والله العظيم شيء جد جد عجيب.
يعني قسما بالله يا جماعة، شوفوا بعيدا عن كل الشناعة اللي انذكرت في القضية، أنا عارفة أنه هي ترفع الضغط ومستفزة، وأنا والله والله أن بداخلي كلام، خلني ساكتة بس والله العظيم إن ما استفزني شيء كثر تبرير المحكمة. ليه؟ أنتوا ليه بتبررون وهو معترف وقايل إنه هو مو ندمان ولا شايف إنه مسوي حاجة غلط؟ ليه التبرير؟ ليه محاولة تلميع الصورة؟ وقسما بالله يا جماعة، أنا في وجهة نظري الشخصية، تبون تتفقون معاي هذا شيء جميل، ما تبون تتفقون آراءكم، أنا أستحقر كل محامي يمسك قضية واحد نفس كذا. على إيش بتدافع؟ انت وش الشيء اللي بتحاول تبرر له؟ يعني واحد معترف، انا هذا اللي جالطني اللي مو مخليني استوعب، واحد معترف طالع يقول لكم انا سويت كذا وكذا 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 وكانت عندي نيتي كذا وكذا، وشلون ما كان ناوي هو سبحان الله كذا فجاه جات الفكره في باله وقال يلا خلني اسوي هذا الشيء، شلون ما كان ناوي هو جالس يقول ان انا يوم شفت في بنت ساكنة على بعد شقتين جلست أراقبها الفترة حتى عرفت هي متى تروح ومتى ترجع، هذا تخطيط، أليس هذا بتخطيط؟ يعني إيش فيه؟ يعني إيش فيه؟ لا تحاول تلفلي وتجيني من أماكن كذا، من لفات قانونية على أساس أنه ترى أنا محامي. لا، ما أنت محامي، أنت الله ياخذك أقسم بالله، معليش ارتفع ضغطي، أنت ليه بتحاول تبرر لها الناس؟ يا عمي طصف الفلوس، هذا إنسان ممكن يرتكب هذا الشيء في أهلك، ممكن يكون هذا الإنسان أو أحد من أمثاله يسوي هذا الشيء في أهلك، بالله وقتها بتروح تقول ولا هو ما كان ناوي الصراحة، هو كان بس كده جات الفكرة في باله. شيء مستفز أقسم بالله، شيء مستفز. أنا لو كنت مكان أهل روريكا يمينا بالله يمكن أنا كان خلصت على المحامي قبل تاكانوري صراحة، أنا ما أتحمل، معليش أنا ارتفع ضغطي وأنا جالس أقول لكم أنا من أول كاف مشعور هذا، ما أبي أطلع يعني ردات الفعل عشان أخليكم تسمعون القصة زين، بس ارتفع ضغطي يا جماعة شيء مو طبيعي. يعني واحد ما ترك شيء في العالم ما سواه في الآدمية، والله والسجن لمدى الحياة هو أفضل حكم. ليه يعني أنتوا ليه تبون تحتفظون فيه زي كذا صرف أكسجين على الفاضي؟ ليه؟ خلصوا عليه وانتهينا يا عمي، خلصوا عليه وانتهينا، السن بالسن والعين بالعين، ليه سجن لمدى الحياة؟ شيء مستفز والله العظيم. المهم يا جماعة، اكتبوا لي تحت كل شيء يخطر على بالكم، اكتبوا لي هو تحت، أبي كذا أسمع رد، مو أبي أسمع، أبي أشوف، والله ودي أشوف بس ما يمديني أشوف ردات فعلكم، كل شيء يطرى في بالكم عن القضية. ولا تنسوا جايز أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدي إذا نزلت مقطع، برضو إذا حبيتوا المقطع وحابين أني أنا أنزل قضايا زي كذا أو أنزل محتوى أكثر، فلا تنسوا أنكم تحطوا لايك وتشاركون المقطع مع أصحابكم، مع زملائكم، مع أي أحد، مرة راح أكون ممتنة لو سويتوا هذا الشيء لأنه جدا جدا يساعدني. وزي ما قلت لكم، أي شيء خطر على بالكم اكتبوا لي تحت في التعليقات. لا تنسوا جايز انكم تشتركوا بقناتي الجيمينج وتتابعوني على حساباتي بالسوشيال ميديا، وبالذات زي ما تعودتوا على الانستا لاني حيل متفاعلة هناك، وترى صايرة اتفاعل على التيك توك يعني مرات ومرات، بس اكثر شيء الصراحة الانستا. وبس استودعتكم الله ومع السلامة.